شدد وزير الخارجية سامح شكري على الرفض الكامل لكل ما يعد جرائم حرب، خاصة ما يتعلق بالتهجير، مطالبا بضرورة تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية وذلك على حساب دول الجوار. وخلال مؤتمر صحفي أكد شكري أن الشعب الفلسطيني ملتزم بحقوقه والشعوب العربية مصرة على استرداد هذه الحقوق الفلسطينية. ضرورة العمل على احتواء هذه الأزمة، الرفض الكامل لما هو يعد من جرائم الحرب فيما يتعلق بالتهجير، وضرورة العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار. فالشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، متشبث بحقوقه، ولن يتنازل عنها ولن تتنازل الدول العربية عن هذه الحقوق المشروعة.